كثير من الأشخاص بيعانوا خلال فصل الشتاء من مشكلة انتفاخ البطن. البعض بيعزي هذا الموضوع للكولون العصبي، ولكن أوقات بيكون الكولون مظلوم، ما بيكون هو السبب، بيكون في سبب آخر. اليوم رح نتعرف على هاي الأسباب. صحيح سلمى، يعني كثرة الأسباب بخصوص هاي المشكلة الشائعة بين كثير من الأشخاص، واللي بتأثر مو بس على حالتهم الصحية وعلى حالتهم النفسية كمان وثقتهم بنفسهم. كثير من الأسرار ممكن اليوم رح تخبرنا عليها اختصاصية اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة نور مناسترلي. رح تخبرنا كمان شو ممكن تعطينا وصفات لحتى نوقي حالنا من هاي المشكلة أو نخففها أو نتخلص منها نهائيا. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتورة نور. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم كتير أوقات ناس بتفكر أي نفخة بالبطن معناته الكولون، وخصوصا أنه في كتير ناس بيعانوا من الكولون العصبي. شو السبب الرئيسي؟ هلا في عنا مجموعة أسباب لنفخة البطن. بعيدا عن الكولون العصبي، السبب الأول هو الكولون العصبي. ممكن يكون عنا إمساك مزمن، ممكن يكون عنا الحمل المتكرر، ممكن أنه أو إذا كانت السيدة عاملة عملية القيصرية ممكن الحمل المتكرر بعدها يصير في عنا بطن، انتفاخ بالبطن. ممكن يكون عنا انفصال عضلي، يعني عنا عضلة البطن منفصلة عن العضلة العلوية. ممكن يكون عنا كمان سبب من الأسباب ارتفاع هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون التوتر. كل ما نحن توترنا ممكن تشنج أعصابنا، ممكن يصير عنا نفخة. نحن نعزي القصة للكولون العصبي. كمان تناول المشروبات الغازية بتعمل نفخة وغازات بالبطن، امتلاء بالبطن. مشاكل هرمونية عند النساء أو انقطاع الدورة الشهرية ممكن كمان تسبب انتفاخ بالبطن أو تأخير يعني وجود مشكلة اسمها البوليسيستيك أوفري سيندروم، متلازمة مبيض متعدد الكيسات. أو ممكن يكون عنا نتيجة ناخدين برد. وفي ناس كمان بتاكل بسرعة، كمان الأشخاص اللي بتاكل بسرعة بفوت كمية هواء كتير كبيرة. صحيح. ونحن عم ناكل على المعدة، لهيك بس نخلص أكل ننتفخ. فنحن شو بنقول؟ انتفخ الكولون. نحن ما انتفخ الكولون، بس انتو كنتوا عم تاكلوا بسرعة أو عم تحكوا انتو عم تاكلوا، لهيك سبب لنا انتفاخ بالبطن. هي كلياتها أسباب لنفخة البطن. هلا كيف بنفرق بين انه يكون انتفاخ كولون عصبي سببه منشأه عصبي أو ممكن يكون سبب من هالأسباب؟ نحن بدنا نمسك ورقة أو قلم ونشوف شو الأشياء اللي نحن ممكن تعملنا نفخة لما عم ناكل، ولا في نفخة بلا أكل. منشوف لما عم ناكل معناتها في مشكلة بنوع الأكل اللي عم ناكله، بكون كولون عصبي. إذا بأي وقت عم تصير النفخة معناتها بدنا نشوف شو الأسباب اللي نحن حكينا فيها ونلاقي السبب الواضح. كمان بدنا نشوف إذا نحن إذا شربنا مي بصير عنا نفخة أو لا، إذا نحن كنا متوترين بصير عنا نفخة أو لا. الحالة النفسية بتلعب دور، إذا كان نوع الأكل كمان بيلعب دور. هون نحن بدنا نعرف إنه بعد أنو أكلة عم نتضايق، بعد أنو حالة عم نتضايق. هون وقتها فينا نفرق بين يكون نفخة البطن هي من منشأ كولون عصبي أو من منشأ جيني أو موجود شغلة بالجسم نحن لازم إنه نحن نكتشفها. طيب خلينا نرجع معك دكتورة على السلوكيات الخاطئة يلي ممكن نحن اليوم كأشخاص نتبعها خلال يومنا أو من خلال الأغذية يلي مناخدها. خلينا نروح على الجانب الإيجابي ونعرف شو هي السلوكيات اللي نعملها لحتى توقينا من هاي المشكلة أو تساعد بتخفيف هاي النفخة. هلأ شوفي، نحن بعالم التغذية في شيء اسمه الفود بلان. هاد الدايت تبع الفود بلان يعني هو خطة الأكل، مقسوم لقسمين. قسم نحن ممنوع من عبات نقرب عليه من مأكولات، وقسم مسموح إنه نحن ناخده بكمية مفتوحة. مفتوحة بس ضمن الكالوري المقبول، يعني السعرات الحرارية مسموحة. هلأ في ناس بتنتفخ ما عندها مشاكل من اللاكتوز، اللاكتوز اللي هو موجود بالحليب، يعني كل شيء حليب ومشتقات الحليب تعملنا نفخة وغازات ومشاكل هضمية. لبن، لبنة، جبنة، الحليب، هدول كلياتهم فيهم مادة لاكتوز. فنحن بدنا نعرف انه نحن اذا بنتضايق من مادة اللاكتوز فبدنا نبتعد بشكل كامل عن الحليب. بدنا نستعيد عنه بحليب النباتي مثل حليب الصويا،
حليب اللوز، حليب جوز الهند، حليب الرز، حليب الذرة، هدول الأشياء هي بدائل لحتى نحن إذا بنحب نشرب حليب فينا نشربه، ولكن حليب صحي ما يعملنا مشاكل هضمية. في بعض الأوقات في ناس بتقول أنا ما قدرت أتقبل الحليب النباتي وبدي ضل أخذ حليب حيواني. الحليب الحيواني إذا كان كامل الدسم، الدسم اللي موجود بالحليب هو اللي بيعملنا المشكلة. فلهيك إذا مش ولا بد يعني ما فينا نستغني عن مشتقات الحليب، بناخذ خالي الدسم لحتى ما تكون هاي المواد الدهنية الموجودة بالحليب كامل الدسم اللي بتعملنا مشاكل تكون ما أنا موجودة بقليل بخالي الدسم. وهيك فينا ناخده بلا ما يعملنا مشاكل هضمية، أو ممكن ناخده نحط له ذرة ملح لحتى يخفف النفخة، أو ناخده بارد ما ناخده مغلي كمان لحتى ما يصير عنا نفخة. هاي بالنسبة لمشتقات الحليب. أما بالنسبة للأشخاص اللي هن بيعانوا من نفخة لما بيأكلوا أي شيء قمح فيه مادة الجلوتين، الجلوتين هو البروتين اللي موجود بكل مشتقات القمح، كالخبز، المعكرونة، ممكن يكون موجود بالبرغل، فريكة، كل شيء مستخلص من القمح. هدول الأشخاص بدهم يعانوا من نفخة، غازات، مشاكل هضمية، ممكن يصير عندهم إسهال وإمساك بنفس الوقت بطريقة متتالية، ممكن يصير عندهم حتى وجع رأس، ممكن يصير عندهم لعية نفس. الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المشاكل كمان بيصير عندهم نفخة بالبطن، فنحن إذا بنتضايق من هدول المصادر ممكن نصير ناخد خبز الشعير، خبز الدرع، عفوا مو الشعير، خبز الرز، خبز الدرع، حتى لأنه الشعير له علاقة بالقمح. ممكن ناخد نحن خبز الشوفان، ولكن الشوفان كمان له قسمين، في قسم ممكن يكون على تماس مباشر مع القمح فنحن ممكن نتضايق منه، فبدنا نجيب المستحضرات والاشياء الخاليه بشكل كامل من الجلوتين. كمان فينا ناخذ نحن خبز العدس، فينا ناخذ خبز الحمص، هدول ما في نحن بنعملهم بالبيت، يعني ما بدهم كمان لا جهد ولا بدهم كثير تعب، خمس دقائق ممكن انه نحن نحصل على. ممكن من فتره عملتي لهم خبز ونشرتيه على صفحتك، صرتي كل يوم تقولي هذا خبز صحي، خبز صحي تمام. صرتي تعمليه بالبيت. انا من الاشخاص اللي ممكن اني اتضايق من اي شيء فيه قمح واي شيء فيه حليب، لهيك دائما بختار البدائل، بدور على بدائل تخليني عم حس بالشبع وعم باكل. هلا فيه ينعمل مثل ما قلتي انت بالبيت، لانه برا يمكن في ناس بتعاني من التكلفه العاليه، وفي ناس بتقول لك ما بلاقي اصلا ممكن، واذا تواجد ممكن يكون مخلوط بطحين، والطحين يعني هو قمح ممكن كمان يعملنا مشاكل هضمية. فالأشخاص اللي عندهم حساسيات تجاه الجلوتين وتجاه اللاكتوز بفضل انه هن يعملوا بالبيت هاي المنتجات من موجود، يعني كيف نعمل نحن الخبز، هو قمح يعني الطحين مع المي مع شوية ملح مع نقطة زيت، نفس الشيء فينا نعمله كطحين، كخبز عدس، كخبز حمص، كخبز شوفان، خبز درة، خبز رز، نفس الطريقة تماما فينا نحن نحضره بالبيت بأقل تكلفة. وكمان الحليب النباتي كمان نحن فينا ننقع اللوز أو جوز الهند المستخلص تبعه، نضيف عليه مي، شوية محليات، ممكن انه يصير حليب نباتي بالبيت. فنحن ما في شيء بهالايام صعب علينا غير انه نحن نلاقي شويه وقت ونحضر وجباتنا قبل بوقت. هلا كمان هذا الفود بلان كمان شو بيقول؟ بيقول انه نحن لازم نبعد عن التفاح للاشخاص اللي بيعانوا من كولون عصبي الاي بي اس، او اذا عندهم نفخه بشكل دائمه، اذا عندهم بطن منتفخ لازم نبعد عن التفاح، عن المشمش، الخوخ، في كمان ثمرة اسمها البرقوق هي معروفة موجودة بالساحل السوري، كمان موجود كمان المجففات. هذا النوع من الفاكهة بيحتوي على نشويات وكربوهيدرات قصيرة السلسلة، ما حفوتكم بأشياء معقدة، بس انه بيحتوي على كربوهيدرات من نوع قصير السلسلة، فبيعملوا إذا بقيوا لفترة طويلة بالأمعاء بيعملوا تلبكات معوية وبصير عنا نفخة، وفي لما بيضلوا بالمعدة لفترة طويلة بصير في تخمرات، فممكن يصير عنا أمساك، ممكن يصير عنا تجشؤ، ممكن يصير عنا كثير. في ناس بتفكر انه بالعكس اذا اكلت الفواكه فهي فيها الياف، معناته انا اللي ما بتتضايق اذا ما عندهم مشاكل ابدا، اكيد هي يعني نحن بيقولوا تاكل كل يوم تفاحة هذا الشيء بخليك انك تبعد عن الدكتور، ف وان ابل ا داي كيف ذا دكتور فهي بتحسي انه انت تا
تاخذيها لانه هي منظرها صحي، بس هي فعليا الاشخاص لا، هي ما بتنطبق لكل الناس. ممكن انا اتضايق من التفاح، انت لا، ممكن هي بتعاني، عفاف تعاني مثلا من نفخه كولون عصبي، فالتفاح ما بيعمل لها مشكله، غير عالم بيعملوا لها بيعمل لها مشكله. فهذا بيعتمد على الشخص وهو شو الشغلات بتتاثر منها. هدول لازم نخففهم قدر الامكان. بالمقابل انه نحن قد ما اخذنا موز ما عندنا مشكله فيه، بس بشرط ما يكون مستوي. لانه كمان لما بيكون مستوي بيكون فيه خمائر كثيره، السكريات كمان عاليه، تمام، ترتفع فيه السكريات، بصير عندنا مشكله هضميه. مع انه الموز الوحيد يلي بيستخدموه للامساك وللاسهال، يعني هو الفاكهه الوحيده اللي بتقوم عملين، اذا عنده مشكله اسهال بيعمل لنا امساك، اذا عنده مشكله امساك بيعمل لنا بيحرك لنا المعده. كمان عندنا التفاح، الموز ما عندنا مشكله فيه، اذا اخذنا البردقان، كرمنتينا، كل شيء حمضيات، البوملي، هدول الاشياء كمان بحركوا الامعاء، فهيك بصير عندنا سهوله بالخروج، وبصير عندنا النفخه بتروح لما الشخص بيدخل على الحمام او بتخف كثير الاعراض. لهيك قلت لك هذا لما العلماء نزلوا هذا الفود بلان قسموا بين الاشياء اللي ممكن تعمل مشاكل والاشياء اللي ما ممكن تعمل مشاكل. كمان مثلا معلومه انه في ناس ممكن تنتفخ من الفول، الحمص، البقوليات، العدس، هدول الناس اللي عندهم قولون عصبي تماما. وفي عالم كمان بتنتفخ، بتقول لك انا اذا اكلت الفول ما بتضايق، بس اذا اكلت عدس بنتفخ. فهي كمان ما مو بس للشغل الاشخاص اللي عندهم قولون عصبي، بس كيف نحن بنوقي حالنا انه تصير عندنا نفخه؟ لقوا احسن طريقه انه نحن ننقع الحمص والعدس وكل شيء بقوليات، ننقعهم لفتره 24 ساعه قبل بيوم من لما نحن بدنا ناكل، وهيك المواد اللي ممكن تعمل لنا مشكله وتعمل انتفاخ بالامعاء نتخلص منها عن طريق المي اللي نحن كبيناها. فنحن احسن طريقه لحتى ناكلهم بضمير مرتاح بلا ما نحس انه رح نتضايق، نحن ننقعهم لمده 24 ساعه. وكمان موجود الكربوهيدرات المعقد قصير السلسله، موجود باللوبيا وموجود بالفاصوليا الحب، فاصوليا بيقولوا عايشه خانم او الكلاوي، كمان هي هضمه كثير صعب مقارنه بباقي البقوليات. لهيك حنحاول قدر الامكان نستعيد عنا بالعدس والحمص والفول. واذا نحن بدنا ناكل الفول حتى ما يعملنا نفخه لازم يكون منزوع القشر، هيك نحن بنخفف قدر الامكان النفخه اللي ممكن تحصل بعد ما نتناول هيك وجبه دسمه. مع انه بيحتوي على الياف كثير عاليه، بس في بعض الناس ممكن تتضايق منهم. طيب خلينا نروح على الاشخاص اللي عندهم قولون عصبيه، يمكن هي المشكله الاكثر انتشارا اليوم والاكثر اسباب حتى خلينا نقول، ولكن ما بيقدروا يتخلصوا من مشكله البطن او الكرش خلينا نقول كمان، فبياخذوا ادويه واشياء ما بتخفف من هذا الموضوع عندهم. شو في ممكن ياخذوا اشياء تساعدهم؟ ممكن كمان معدتهم حساسه ما يقدروا ياخذوا ادويه للنفخه، فشو في ممكن وصفات تساعدهم؟ هلا نحن اذا وصلنا لمرحله الميديكيشن والادويه معناتها صار في عندنا تهيج بالقولون العصبي او مشكله مزمنه، فنحن بجانب العلاج الدوائي نحن لازم يعني نتبع مجموعه خطوات لحتى نسهل عمليه العلاج. اهم شيء نحن لازم نبتعد عن المقليات. المقليات لما نحن بنعرض اي اي ماده للقلي فبتتغير التركيبه الكيميائيه تبعها فبتصير مضره اكثر. في ماده ممكن انه نحن هي ماده مسرطنه، كل ما نحن قلينا الاكل اكثر كل ما اخذنا من هي الماده اكثر، فبعيدا عن كمان القولون العصبي ممكن تسبب لنا لا سمح الله مشاكل سرطانيه او مشاكل عم ناخذ مواد سامه. كمان لازم نبتعد عن الفود بروسيس، اي شيء اغذيه مصنعه، اللحومات المصنعه، السجق، البسطرمة، المرتديلا، اي شيء مصنع او محضر مسبقا ومعرض لمواد حافظه، كمان هي بتهيج القولون العصبي. البهارات والفلفل الاسود والاشياء الحاده كمان ممكن نحاول قدر الامكان نخففها ونحاول نبعد عنها فعليا. المتعودين عليها ما فينا فجاه يبعدوا عنهم، بدنا نخففوها مثلا، يقللوا الكميه شوي شوي، بصير يوم اي يوم لا، شوي شوي مره بالاسبوع شيء حد، هيك ليتخلصوا من هي المواد.
انا ممكن انزعج من الثوم ومن البصل، ممكن سلمى ما تتضايق منهم، فهذا بيعتمد على كل شخص. يعني مسيره الدوره الحياتيه للجسم تختلف من انسان وثاني. الاشياء اللي بتزعجني غير اللي بتزعجك غير بتزعج سلمى، فنحن بدنا نشوف الاشياء اللي بتزعجنا ونبعد عنها. صراحه ما فينا انه نحن نحط قاعده اساسيه لكل العالم، فهي الاساسيات نبعد عن كل شيء مقلي، عن البهارات والحد، الاطعمه المصنعه، لازم نبتعد عن الشيبس والبسكويت لانه بيحتوي كمان على مواد ممكن تهيج الكولون العصبي. اهم شغله لمرضى الكولون العصبي لازم يتحركوا، يعني نحن كثره القعده بتخلي في خمول وكسل بالجسم، فهيك لا الامعاء عم تشتغل ولا الدماغ عم يشتغل ولا الجسم عم يشتغل. فلهيك نحن لازم نمشي كل يوم 30 ل 60 دقيقه. الشخص اللي ما عنده قدره انه يطلع برا البيت، عنده مثلا سيده عندها طفل صغير بالبيت، سيده عامله، رجل كل الوقت بشغله، هذا الشيء بخلينا بس نحن كل ساعه نمشي 10 دقائق بالمكان اللي نحن فيه، ان كنا بالبيت بالمكتب بالشغل، لازم كل ساعه نتحرك 10 دقائق لحتى ما يصير عندنا كسل بالامعاء. شرب المي هو السر الوحيد يلي بخلينا امعائنا تصير افضل. يعني كل ما شربنا مي اكثر، كل ما بنبتعد عن الامساك، كل ما بنبتعد عن النفخه والغازات والمشاكل الهضميه. كل ساعه لازم نشرب كاسه مي. هلا المي في ناس ما بتحبها كطعمه مي، لك انا ما بحب طعمه المي، فينا ننكهها بالليمون، فينا نحن نشرب الكمون، والكمون كثير مهم لنفخه الكولون العصبي، تعتبر بس هي السوائل اللي هلا حاذكرها من المي، الكمون، البابونج، اليانسون، الزهورات، المليسه، المته، هي كلياتها تحتسب من السوائل، تحتسب من المي. لكن القهوه والشاي اللي هن فيهم كافيين عالي ما بيحتسبوا من المي، بلس انه هن بيعملوا كمان كركبه بالجهاز الهضمي. لما انت بتفيقي عندك كولون عصبي بتشربي قهوه بتحسي بحرقه براس المعده، فنحن لا شعوريا بنحاول انه نخفف هذا الشيء. فنحن بدنا نبتعد قلنا كمان عن القهوه والشاي، بدنا نحاول قدر الامكان الاشخاص اللي بيشربوا متي، كمان المتي بتعمل مشكله، كثرتها بتعمل مشكله لانه كمان المتي فيها كافيين، فحنحاول نضيف للمتي زهورات، مليسه، زعتر، هيل، زعتر، بابونج، هدول الاشياء كلها نضيفها للمي تبع المتي حتى ما تعمل لنا المشاكل الهضميه. اهم شغله كمان فينا نضيفها للقواعد المهمه للاشخاص اللي بيعانوا من الكولون العصبي، هي كثره الوجبات وتقليل الكميات. يعني ما نقعد على وجبه واحده كبيره كل النهار، لا شكلك تضحكي، شكلك بتعامليها انا بعمل لازم ناخذ وجبات كثيره ولكن كميات قليله بالوجبه الواحده. ما لازم نقوم عن الوجبه ونحن متخومين بشكل كامل، نقول ما عاد قدرانين نتنفس، لا، لازم ناخذ فطور غدا عشا سناكين لثلاث سناكات، هيك الوجبه الكبيره نفسها حناخذها بس بطريقه مقسمه خلال النهار كله. وكمان في تمرين كثير مهم لما نحن بنعاني من النفخه الكبيره، اهم شغله انه نحن نغمض عيوننا وناخذ نفس كثير عميق، نسكره لمده تقريبا 50 عده، نرجع نطلعه بطريقه هاديه شوي شوي، نكرر هي العمليه 5 إلى 10 مرات كل ما حسينا بالنفخه. يعني بناخذ نفس عميق، بنسكره مثل شو بيقولوا، بنغلق النفس، تمام، نحبس النفس، بنغمض عيوننا، بعدين نطلعه شوي شوي ونحن مغمضين عيوننا. هي تعكس على العقل الباطن بطريقه غير مباشره انه نحن نتخلص من كل شيء ستريس حاسين فيه ليطلع، ولما بيقل الستريس بيقل هرمون الكورتيزول، فبتروح شوي شوي النفخه والتشنج العصبي اللي نحن حاسين فيه. طيب دكتوره، حكيتي عن يمكن اغلب الاسباب اللي قلتي عنها بالبدايه، ولكن ايضا ذكرتي اسباب ثانيه مثل الانفصال البطن، الانفصال العضلي، الانفصال العضلي ومشاكل اخرى ذكرتيها غير الانتفاخ والكولون واللي بيعانوا من بعض المشاكل هدول. كيف ممكن نعرف انه نحن هي المشكله هي سببها وليس المشاكل الثانيه؟ هلا بالنسبه للمشاكل الهرمونيه هي واضحه صراحه،
تغيير بأوقات الدورة الشهرية، ممكن يكون ثبات وزن لفترة طويلة كتير أو زيادة وزن سريعة. ممكن كمان نعرف هاي المشكلة إذا كان في عنا ظهور حبوب بهاي المنطقة، شعرانية زايدة عم تترافق، أنه نحن جسمنا كثير عم يطلب كمية كبيرة من الحلو. هاي كلياتها ظواهر واضحة أنه في مشكلة. لا تمام، مشكلة هرمونية. فنحن منصير بنراقب هدول موجودين أو مو موجودين. مو موجودين نحن نفينا هاي المشكلة. تمام. الإمساك الزايد واضح كمان. نحن مفروض نحن الحركة المعوية يكون يوميا، يعني مرة لمرتين لثلاث مرات بعض الأوقات. إذا كنا عم نتناول ألياف كتير عالية، فمفروض إنه نحن ندخل على الحمام مرتين بشكل طبيعي، مينيمم مرتين باليوم. إذا شخص كان كل يومين ثلاثة كان عنده صعوبة بدخول للحمام كل مرتين يومين ثلاثة أو لمدة أسبوع، فهون نحن بصير عنا إمساك مزمن. في ناس ممكن تبقى أسبوع وأسبوعين، فهون عنا إمساك مزمن. الإمساك المزمن هاي الفضلات اللي داخل الأمعاء ما عم تطلع. طيب معناتها هي بدها تعمل انتفاخ بالبطن، كمان هي واضحة الأعراض تبعها. الانفصال العضلي ممكن تكون نتيجة عدة أسباب. ممكن تكون نتيجة عمل جراحي، خطأ بالعمل الجراحي. ممكن يكون عملية شد غير ناجحة، أو عملية شد بوقتها كانت محافظة على النتيجة، بعد العملية زاد وزنها كتير. فبتصير الدهون ما بتنشال، يعني لما نحن شدينا فرضا منطقة المعدة، فالدهون اللي كانت موجودة هون انشدت راحت فعليا. لما بيزيد الوزن ما بتطلع بهي المنطقة، بتصير تطلع أماكن تانية، كانت تطلع من المنطقة السفلية من البطن. فبصير عنا شكل غير لائق ونفخة دائمة. كمان ممكن يكون الأشخاص اللي عاملين بيعملوا كتير رياضة بس بطريقة غلط، بلا استشارة كوتشات أو اختصاصيين، وبيعملوا تمارين خاطئة ممكن يؤذوا ظهرهم ويؤذوا كل عضلات جسمهم. كمان هذا الشيء بيلعب دور. كمان هلا انا ما بدي اني فوت باشياء انا غير خارج اختصاصي. الانفصال العضلي هو فعليا بده يكون خطأ طبي أو مشكلة بيظهر يبان بشكل واضح، بيصير الشكل ما نظابط، يعني البطن فجأة بتشوفيه مقسوم نصين. تمام. وخصوصا اليوم يعني عم نشوف كتير أشخاص عم يشوفوا حركات على النت ويروحوا يطبقوها بالجيم وهي خطأ 100%. هذا كمان عدم مراعاة أنه نحن عنا مشاكل مثلا بالعمود الفقري. صحيح. جنف ديسك بفقرة معينة، ممكن يكون عنا مشاكل، يعني شو بيقولوا له، تشنجات تقوميه بالعمود الفقري. مو اي حركه ممكن انها تزبط معه. فنحن لازم دائما نلجا للاشياء، للاختصاص بحد ذاته. كل اختصاص لازم، يعني مثلا انا ضايقت من عيوني ما بسال حدا غير مختص، بسال دكتور عيون اختصاصي بالعيون، كوتش رياضه بسال حدا مختص. بس نحن لنبعد انه نحن يصير عنا مشكله، مو يعني انه ما فينا نعمل تمارين. يعني اذا انا صحيح ما تماما عنا، يعني كلها هي يعني لازم نسال الكوتش عنا ونعمل حركات 100% صحيه. اكيد. بالختام دكتوره، يعني الحديث يطول معك ولكن خلص وقتنا معك، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. كنت معنا اليوم اختصاصيه التغذيه العلاجيه نور مناستر، لي اهلا وسهلا. شكرا. عفاف، بدي اقول بس اخر تفضلي. فكره انه نحن حتى لو ما عنا مقدره ماديه نروح على الجيمات ولا نسجل عند كوتش، نحن فينا نمشي. صحيح. نحن فينا نط على الحبلة، نحن فينا نرقص بالبيت. فهيدول الأشياء هي مجانية ففينا نعملها. أكيد. ويعني إن شاء الله هيك يا رب السلامة والصحة للكل. أكيد إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتورة نور لك المعلومات اللي دايما بتغنينا فيها. وقرب شهر رمضان، نجهز حالنا هلأ معك لشهر رمضان والنصائح والأسئلة الكتير اللي بتكون موجودة. شكرا لك. ميرسي. عفوا. شكرا لك. أهلا وسهلا.